السلام عليكم حبايبي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير واموركم هانيه. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم نتوما والوالدين ديالكم والعائلات ديالكم والناس اللي كتبغيوهم كاملين ان شاء الله يا ربي. نتمنى تكونوا كاملين بكم في صحه جيده. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ونهار جديد اللي غادي نشارك معكم هذه الخريجه اللي غادي نعمل خفيفه ظريفه. غادي نمشي للتيدي وغادي نمشي لواحد الحانوت ديال الاواني، نشوف واحد السنترو كوميرسيال. بالنسبه اللي بغى يعرف فين جات سنترو كوميرسيال، جا في ليغانيز صراحه الله، تما الاشياء اللي هما مزيونين. وتلك الحانوت انا بيدي ديال قشوع اول مره غادي نمشي له، والتيدي ديال ليغانيز انا اول مره غادي نمشي له. قلت علاش لا، اللي ما نديكمش حتى نتوما معايا دويرات، فوجوا معايا وتشوفوا شنو جبرت تما ياك. المهم خليوكم معايا. هنايا كما كتلاحظوا من بعد ما دخلت لهاد سنترو كوميرسيال، قلت غادي نشارك معكم هادشي اللي جبرت انايا. صراحه الله كتكون عندهم دنيا دابا مزينه، كما كنعرفوا كاملين باقتراب راس السنه كيحتفلوا به. صراحه الله الحاجات اللي هما مزيونين عجبوني بزاف بزاف ديال الاشياء. كما كتلاحظوا هنايا دخلت للتيدي وجبرت هادشي هذا ديال اللوح، فيه كاينين سنيدقات، كاينين فحال هادو اللي كيعملوهم في قفص ديال الطويرات، كنظن كيعمل باورو. كاينين داك السنيدقات ديال اللوح، كل حاجه والثمن ديالها. كاينين هاد الوريدات حتى هما ديال اللوح، حتى هاد الوريدات باورو، وهادو اللي فيهم جاجه باورو 50. غير هي ملي تمشيو تيدي كاينه واحد كتابه كتجبرو يعني شمن بلاد، يعني واش اسبانيا ولا هاديك، وكتشوفو الثمن ديال الحاجه. المهم هادي بلاصه كامله فيها هاد السنيدقات، صراحه الله مزيونين بزاف. هيدا هيدا فوق الكوافوزات وداكشي كيجيو صراحة الله فنين. وهنايا هاديك الشومو عندهم وديك الفيزان، وحتى هادو صراحة الله مزيونين. هيدا بعد الحفلات ولا تزينو بهم الغرف ديال النوم، صراحة الله مزيونة كتعمل بخمسة الأورو. الطار ديالها ديال الفرشي، وهاد الوريدات هاد الوريدات ماشي ديال الميكا ولكن فحال ديال التو. جابو هاد السوينيات هادو ديال اللح حتى هما مزيونين بزاف، خمسة الأورو كيعملو.
هنايا انا جيت على هادو دمرايات الصراحه هاد لا جبرت وما تنزلوش برت غير هادي باقا صراحه هاد لا ما ديتهاش جبرت كتر من 10 اليورو قلت حتى يجيبوا شكالات اخر ان شاء الله مره دابا نبقى نطلل انا بيدي اول مره غادي نجي لهاد التيدي كنمشي نتيدي عفوا اللي فوي لا برادا صراحه لا كنمشي له ولكن هذا ديال لي غانيز اول مره غادي نجي له الصراحه قلت غادي نجي نشوف زعما شنو كاين في حاجه صراحه مبدلين على التيدي اخر ديال فوي لا برادا وجبرت باقين هادو انا ديت هاد الدائريه هادي كتعمل 2 أورو 50 ديت انا هادي اخرى ديك المربعه بزاف ديال الحجيرات مطيرين منها وهادي بلاصه داكشي ديال الحلويات وداكشي ديال السيليكونات عندهم هنايا ديك سباتولات البوش ديال الحلويات وعندهم هنايا حتى العجينه ديال السكر الحق صراحه الله ما نكذبش عليكم عمري ما جربتها عندهم هنايا السيليكونات اللي كتدخلوا من الفران كطيب عليهم والعجينه السكر عندهم بالالوان يعني اي لون بغيتوه عنده بالنسبه للتزويق ديال الصابلي وداكشي صراحه الله صالحه ما كنظنش تكون صالحه للتغليف ديال الطرطات يعني الا كانت كتقطع ولا شي حاجه ما عرفاش حيت عمري ما استعملتها كتعمل 2 أورو 50 فيها 250 غرام ولكن فيها الوانات كاملين يعني فيها الكحل والخضر والصفر وفيها كاين هنايا حتى ديك الجويرات ديال التزيين هادوك هي كنديهم وكاينين هنايا هادو ديال الطرطات حتى هما كديهم من هنايا بأورو كيطيحو رخاص بزاف هاد هادو اللي كيتنزلوا عليهم الطرطات كيعملوا لهم بأورو رخاصين كاينين مدورين ديالهم وكاينين المربعين كاينين هادشي ديال اللوح ديال الكوزينه كاينين حتى ديك الشيء اللي كتزينوا به المملحات هادو باليوز ديال السنان وكاينين هاد اللويحات هادو اللي كتنزلوا عليهم الحاجات هيدا ديال الفطور اولا شي حاجه كيعملوا كل حاجه والثمن ديالها هادي عند الرجلين صراحه الله مزيونه بزاف كاينه هاد الشكل هذا هادي واقيلا كيقطعوا عليها ونينيا جبرت هاد السيركل ديال الطرطات هيدا اللي بغا يشري هادو ديك اللي كيتزادوا كيتنقصوا كاملين لهم 4 الأورو كاينين الاشكال ديالهم كاملين يعني كبارين وصغارين صراحه الله هادو كيكونوا عمليين للطرطات يعني نتوما كتحكموا في الكبر ديالهم كاينين حتى اللي طان هنايا ديال الكيكات ونينيا جبرتوني دخلت لهذيك الحانوت اللي كنت قلتكم ديال الاواني تا هو نيت فهاد سنترو كوميرسيال قبلت بعطيتو صراحه الله تا هو عنده الحاجات مزيونين ورخاصين يعني عنده الحاجه ابتداء من 10 الأورو 15 الأورو 20 الأورو صراحه الله عنده الحاجات مزيونين بزاف حتى الالات الكهربائيه عنده المهم كلشي عندهم هنايا شو هاد الحميمات هادو صراحه الله فنين معدلين فحال اللي معدلين بالقبس ومنقوشين هادو الحويتات هادو معدلين بحال القصاب بحال العزاف تاهما الشكل ديالهم صراحه الله فنيون كما قلت لكم عنده بزاف ديال الحاجات هنايا هيدا اللي بغى زعما يشري الديكورات ولا حتى الالات الكهربائيين عندهم هنايا رخاصين يعني بزاف الحاجات هنايا عندهم رخاصين من الالات الكهربائيه وعندهم هادشي هذا اللي كتزينوا به باركوس والتراسات وعندهم هنايا حتى اللعاب ديال العواوال زعما كلشي كما قلت لكم يعني متوفر فيه كلشي والاثمنه مناسبه هادو ديال مانكاس المهم انا ما عرفتش منين كيصلحو كنظن واقيلا كي كتعلقوا فيهم هيدا الحاجات وداكشي اللي عجبوني وما تسلي ولا هادو د العزف صراحه الله فنين مزيونين مغلفين من داخل بالميكا وهما من برا ديال العزف صراحه الله مزيونين بزاف وعندهم هنايا لامباراس على حساب الاثمنه كل لامبارا والثمن ديالها كاينين هادو عاملين لهم ب10 الأورو كاينين حتى هاد المرايات هادو وهاد لامباراس هادو كيعملو ب5 الأورو تا هما مزيونين صراحة ستيتوين حلي لوين هيدا فوق كوافوزات ولا شي حاجة في الأورانج وكاينين هاد لي طوالين
كنظن واقيلا بحال فحال بخمسة الايورو بحال فحال. وني عندهم ديك القشوع ديال القاش، وني هادو ديك الرضاين ديال الجاج اللي كتعملو فيهم القطاني وكل شيء. غادي ديك الردومة ديال اللي كيكون فيها الجريفو ديال العصير، هادو ديك الطباسل ديال التورتات صراحة الله كيكونوا فنين. هادو بالغليلقة ديالهم، عندهم هادو فوينتيسا هما بالغليلقة ديالهم ديال الفران، وكاينين عاديين بلا غلاقة. وهذا الترمو ديك اللي كيسخنوا فيه الماء عاملين له بخمسطاج الايورو. كاينين هادو ديال الجاج، كاينين هاد المقيلات هادو تا هما ديال الضو تا هما بخمسطاج الايورو. ها هو قداش داك المقلة عنده من هنايا مجبوط الشانتيو. وهادو ديك هاد الطنجرات هادو عاود الضو عاملين لهم خمسطاج الايورو. بحال بعطيتهم هاد الجوج هادو، وهادو بلانشات تا هما. وما نقولكم اكثر هي 15 20. المهم غير سمحوا لي على التصوير الا كان كيتزعزع، حيت كنت كنجر الكرو وكنصور في نفس الوقت. هادي بلاصه ديال الكيسان كتدي 12 كاس ب10 الايورو، ونين هي كتدي جوج باكيات ديال الكيسان. وهادي مولينكس ب15 الايورو حتى هي. هاد العصير د لاتشين حتى هي ب15 كنظن، ب15 الايورو فحال عطيتهم. هادي هي ديك العصير ديال لاتشين حتى هي ب15 الايورو. وهادي توستادورا كاينين فيها الانواع ديك اللي كتنزلوا عليها، ولا اللي بغيتو هذه اللي كتخشوا فيها توستادوره. كاينين الانواع كاملين ديال اللي كتسخنوا فيهم توستاده، كاينين منهم اللي عاملين لهم ب20، كاينين اللي عاملين لهم ب15. وهذا مقيلة صراحه الله فنين التورتيه. هذه ديك مقله اللي كتجي دوبلي مزيونين بزاف. هادو كيصلحوا التورتيه، كيصلحوا حتى ديك الحرشه ديال الحليب صراحه الله مزيونين. ما كتبقاش تجيب شي حاجه اخرى باش تقلب، يعني كتقلبها كتحمر لك من جهه عاود كتقلبها وكتحمر لك من جهه اخرى. عاملين لها ب15 الاورو. ها كما قلت لكم يعني كاينين الطايات قداش ما بغيتو، كاينين اللوانات ديالهم كيكونوا في جهه ديال المقالي. وعندو من يتر ديما دليقامه، هادو مزيونين بزاف الصراحه. هما ديال الجاج وبره ديالهم ديال اينوكس. صراحه ما عاملينش فيهم الثمن ديالهم، ما عرفتش بشحال كيعملوا. كيتباعوهم ودوك المرفع ديالهم يعني كتديور دايمه، و حتى ديك المرفع يعني بالاينوكس. وجبات بقى غير التوينيه صراحه الله فنه، كتفكر ديك الجليج ديال المغرب ديك التقليدي. وكاينين هاد الشبيكات ديال التصبين، ولا تستعملوهم القشاوج ديال العيال، ولا بزاف ديال الاستعمالات. عندو هنايا تبوالز ديال الصفار ب50 ديال الايورو. كل حاجه والثمن ديالها. كاينين حتى دلعيا صغارين هما هنايا. وهنايا قشاوش كما قلت لكم، يعني عندو كل شيء منوع. صافي عملت جوله اللي هي خفيفه، وهنايا كما كتلاحظوا صافي من بعد ما دورت غادي نرجع في حالي. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون كنت خفيفه على القلوب ديالكم. السلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.